خلال يوم ثلاثاء بإذن الله يبقى الصفاء يميز كل سواحل بعد انقشاع الضباب خلال صباح الباكر نحو السواحل الغربية. أما بالمناطق الداخلية تبقى تنشط زخات من الأمطار الرعدية، نفس الأجواء من تندوف إلى غاية أقصى الجنوب. خلايا رعدية منعزلة ستميز شمال الصحراء ومنطقة الواحات. درجة الحرارة تبقى مرتفعة بالمناطق الداخلية والسواحل الغربية في حدود 41 درجة، لتصل إلى 43 درجة دائما نحو المناطق الداخلية يومي الأربعاء وكذلك يوم الخميس. تراجع طفيف في درجة الحرارة نحو السواحل الغربية ولو بدرجتين، لكن دائما على العموم تبقى مستقرة ومرتفعة، صفاء دائما بسواحل. أمطار رعدية تبقى تنشط بالمناطق الداخلية أقصى الجنوب لغاية منطقة تندوف، كما ستنشط أيضا بعض الزوابع الرملية المحلية بالصحراء الوسطى.